اعلنت ميليشيا الحوثي مساء الاثنين مقتل اربعه عشر من ضباطها بعضهم يحمل رتبا رفيعه في المعارك الدائره بالبلاد وذكرت وكاله الانباء التابعه للحوثيين ان الميليشيات شيعت جثامين اربعه عشر ضابطا في صنعاء بحضور مسؤولين كبار ومنذ أسابيع تتصاعد حدة القتال بين المقاومة وميليشيا الحوثي لا سيما في منطقتي الدريهم وحيس بمحافظة الحديدة ويتزايد عدد قتل الحوثي من قيادات وأفراد بشكل لافت